مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج ألبوم وصور. مشاهدينا الكرام، أقدم لكم هذه الحلقة نيابة عن الزميلة إخلاص يخلف العبادي، والتي تعرضت لوعكة صحية. كل الأمنيات لها بالشفاء. وقد خصصت هذه الحلقة لواحدة من أديبتنا الأردنيات المبدعات في مجال الأدب والفن والعمل النسائي العام، ألا وهي الكاتبة والفنانة التشكيلية رجاء أبو غزالة. فالكاتبة رجاء أبو غزالة من مواليد عام 1942 في مدينة بيروت، حيث قضت طفولتها وصباها هناك، وتلقت علومها الابتدائية والإعدادية والثانوية هناك. وحين انتقلت للعيش في الأردن قامت بنشاطات أدبية وفنية، وتابعت دراستها في الجامعة الأردنية لتحصل على بكالوريوس في الأدب الإنجليزي، ثم درجة الماجستير في نفس التخصص. وعلى صعيد الفن التشكيلي، أقامت الفنانة رجاء أبو غزالة عدة معارض فردية وجماعية داخل البلاد وخارجها في مناسبات فنية وإنسانية متعددة. أما على صعيد الأدب، فقد صدر للأديبة رجاء أبو غزالة عدة كتب في مجال النثر والشعر والقصة القصيرة والرواية، منها معك أستطيع اغتيال الزمن، الهروب الدائري، المطاردة، كرم بلا سياج، زهرة الكريز، القضية، ومجموعة قصص مترجمة من الأدب النسائي الغربي عن الإنجليزية بعنوان اليانصيب، ولها رواية تحت الطبع بعنوان امرأة خارج الحصار. كما أن الأديبة رجاء أبو غزالة عضو فعال ونشيط في النشاط النسائي الأردني وفي مؤتمرات المرأة المحلية والعربية والدولية، كما أنها عضو هيئة إدارية لعدة سنوات في رابطة الكتاب الأردنيين، وعضو في رابطة الفنانين التشكيليين، وعضو في جمعية المرأة العربية، وعضو في مركز دراسات المرأة، وأيضا عضو في المؤتمر القومي العربي، كما أنها كاتبة صحفية في جريدة الرأي. إذن تعالوا معنا أعزائي المشاهدين لنتصفح سويا ألبوم صور وذكريات الكاتبة والفنانة رجاء أبو غزالة. مرة أخرى أعزائي المشاهدين، أرحب بكم في برنامج ألبوم وصور، ومن بيت الكاتبة والفنانة رجاء أبو غزالة. سيدة رجاء، اسمحي لي أن أرحب بك في بيتك. أهلا وسهلا أخت ناريمان، أهلا وسهلا في التلفزيون ببرنامج ألبوم وصور. سيدة رجاء، لنبدأ في تصفح أولى صفحات الألبوم ولنبدأ لقائنا، وأرى أمامي صورتين، فماذا تقول السيدة رجاء عنهما؟ في الحقيقة الصورة الأولى، وأشير هنا إلى أمي بالذات وأنا إلى جانبها، أمي هي تخيط لي ثوب، وهو في حول سنة أعتقد 54 في تلك الفترة. والصورة الأخرى هي حول الطبلية، وكانت بالفعل في الماضي هي من ناحية تراثي هي الأساس في حيث يعني نضع عليها الأكل ونأكل كعائلة كبيرة حولها. في الحقيقة ما أريد أن أقوله عن هاتين الصورتين أن المرأة هنا أمي بالذات قد أثرت على تفكيري وعلى مسار حياتي، لأنها كانت امرأة مكافحة مناضلة ولديها 9 أطفال، وليس هذا بالقليل من ناحية المعاناة ومن ناحية عدم تحصيلها على علمها وعلى طموحاتها، وهي أيضا إنسانة تريد أن تصل إلى طموحات. وكنت دائما أسمعها يعني تشكي عن عدم قدرتها على الوصول إلى ما تريد. هذه من ناحية.
بالنسبة لاجتماعنا ووجودنا في هذا البيت الكبير في منطقة تعتبر منطقة شعبية، ونحن كعائلة متوسطة مكافحة، أبي مضطر طوال حياته أن أيضا يعيل العائلة، وكان لديه أيضا طموحات وهي أن يصل بإخوتي الكبار إلى أعلى مراتب الدراسة، وهذا ما حصل بالفعل، لأنه أرسل الكبار إلى سويسرا وإلى ألمانيا ودفع دم قلبه كما يقال لكي يحصلوا على التعليم العالي ويكونوا دكاترة. بالنسبة لبيئتي، هذه البيئة الشعبية بصراحة يعني تعتبر هي الأساس في تكوين شخصيتي أيضا، لأن منطقتي بالذات تدعى عائشة بكار، وهي تنتمي لاسم امرأة مكافحة أيضا تدعى عائشة، وعائشة هي أول من فتح دكان في منطقة وفي بيئة لا تعترف بكفاح المرأة وقدرتها على إدارة عمل حر في ذلك الوقت، وهو في القرن الماضي، أي في سنة 1860 كما كانت تقول لي أمي وجدتي وتحكي القصص والأساطير عن عائشة. فهذا يعني أعتقد بأنه أعطاني الدفع والدافع لكي أخوض غمار عالم المرأة التي تعاني على المستويين، المستوى العائلي من خلال أمي، والمستوى الإنتاجي والعملي من ناحية السيدة عائشة بكار، التي سميت منطقتنا باسم عائشة، وهذا بالفعل فضل أيضا الرجل العربي، استطاع أن يعطي للمرأة أيضا مكانها اللائق فيما بعد، لأنها كافحت واستطاعت أن يعني تثبت وجودها من خلال الإنتاجية. هنا أرى ثلاث صور أيضا لابد أنها تمثل ذكريات قديمة، فماذا عنها؟ بالفعل هذه الصور تمثل مرحلة مبكرة من حياتي، خاصة في المدرسة وفي العمل. في الصورة الأولى مع زميلات لي في المدرسة الإيطالية في بيروت، والصورة الثانية تمثل أيضا وقت التخرج عندما نلت البكالوريا في المدرسة الأهلية للبنات في بيروت أيضا، والصورة الثالثة هي تمثلني مع صديقة بعد التخرج مباشرة عندما استلمت عملي في مجلة الحوادث كرسامة كاريكاتير. في الصورة الأولى في الحقيقة أثرت بهذه المرحلة في المدرسة الإيطالية، لأن في المدرسة كان قسم للرسم، كان المعلمات تشجع التلميذات من يريد أن يرسم، وكانت موهبتي قد تفجرت في وأنا في الثامنة من عمري في ذلك الوقت، فاتجهت للرسم، وكانت بداياتي منذ ذلك الوقت بتشجيع من هذه المدرسة. في الحقيقة اتجاهي للفن فيما بعد كان بداياته من قبل المعلمات، وأخص بالذكر
خاصة معلمة اللغة العربية. وهذا أيضا فجر لدي القصة القصيرة فيما بعد وأنا في 15 من عمري. في المدرسة الأهلية للبنات ودرسنا فيها باللغة الإنجليزية فقط بعد اللغة الإيطالية والفرنسية. أيضا استفدت من الأجواء القومية العربية الوطنية التي تعم هذه المدرسة بالذات، وخاصة من مدام قرطاس التي هي مديرة المدرسة. فلم يكن هناك تفرقة بين الأجناس وبين الفئات وبين كافة الأديان، وهذا أسس لدي أيضا الإحساس بالانتماء الوطني، وكان هناك تركيز على اللغة العربية بشكل خاص، وأدين بذلك للأديبة المعروفة اللبنانية التي كانت معلمتي إميلين نصر الله، وأيضا الأستاذة نور سلمان كانت أستاذتي أيضا باللغة العربية وهي أديبة وباحثة معروفة. هذه هي المنطلقات من خلال المدرستين، وقد أسستا في ذهني النمو التشكيلي والتشجيع نحو الفن التشكيلي، وأيضا النمو نحو القصة القصيرة. أما بالنسبة للصورة الثالثة، وأريد أن أركز على اتجاه المهني من ناحية الرسم في مجلة الحوادث، وكان أول معاش لي 100 ليرة لبنانية سررت بها جدا، وكان عمري 17 عام، وذهبت لشراء هذه الثياب التي ترينها هنا، البلوفر والتنورة، وكنت فخورة جدا بأنني أعمل وأنا في هذه السن الصغيرة وفي المجال الذي أريده وأحبه. نعم. مجال الفن خاصة، صحيح في بدايات كان الفن الكاريكاتير، وإنما بدأت يعني أقبض مقابل هذا العمل، وكان بالنسبة لي انطلاقة لي كامرأة، أردت من خلال عملي أن أثبت للجميع بأن المرأة تستطيع أن تعمل في مجالها وأن تحقق ما تريد. ألو ألو، إحنا هنا ونجحنا هو في المدرسة. ألو ألو، إحنا هنا ونجحنا هو في المدرسة. بارك لنا وهات لنا وياك هدية كويسة. ألو ألو ألو، إحنا هنا. احكي له إزاي إحنا تعبنا وأخدنا مية على مية، وقولي له كمان إزاي جبنا كل الدرجات النهائية. خدنا سؤال في الجغرافيا وجاوبنا عليهم بالعافية. سين سؤال، أين تقع في الخرطة أوروبا؟ جيم جواب، تبقى على شمال كوبري القبة. سين سؤال، فين صحراء مصر الغربية؟ جيم جواب، بعد الرست هوس بشوية. وعرفنا كده كده من نفسنا من غير ما حد يقول لنا. ألو ألو، إحنا هنا ونجحنا هو في المدرسة. بارك لنا وهات لنا وياك هدية كويسة. ألو ألو ألو، إحنا هنا. في هذه الصفحة ألاحظ أنك وضعت فيها صورة وحيدة، وأظن أنها تجمعك مع زوجك في مرحلة مبكرة من الزواج، أليس كذلك؟ كما ترين الصورة وحيدة وفريدة أيضا، لأنها أخذت ليس بقصد أننا تزوجنا في ذلك الوقت، وإنما أخذت عند أصدقاء يحتفلون بنا بعد الزواج. وكما ترين ليست تقليدية، يعني ليس هناك صورة فستان أو زفاف أو
سموكين بالنسبة للرجل. كانت تمثل لي هذه الصورة ثورة بحد ذاتها على التقاليد العامة. عندما تزوجت قلت لزوجي لا أريد إعلامي، كل الذهب ما يقدم للمرأة، ولا أريد مال، فالمرأة بالنسبة لي لا تشترى. فاستغرب ذلك وقال لماذا سيقول الناس عنا. يوم كتب الكتاب، كان يوم كتب الكتاب عبارة عن مجموعة الأهل فقط، ولبست فستان عادي وجلسنا وقدمت المرطبات كالعادة. ولكن الموضوع بحد ذاته أنني حققت بالفعل ما أريد، أي ثرت على العادات والتقاليد، لأنه في صغري، خاصة في صغري، كنت أضحك على العرائس وكيف يصبغن أنفسهن بالأبيض والأحمر إلى آخره، ويجلسن بجمود هكذا على المنصة إلى آخره. فالجميل في ذلك أنني حققت ما أريد في هذا، وقد وافقني وكان بالفعل زوجي، وحتى الآن أدين له باتساع الفكر والفهم العميق للقضايا التي أسعى إليها، وهو حتى الآن يساندني في القضايا التي أكتب عنها وأسعى إلى تحقيقها على المستوى الشعبي وليس على المستوى الأفراد فقط. الصورة أيضا يعني تحدثني بشكل خاص وتذكرني بما حققت من ناحية العائلة. ثرت على وضع أمي لأنها في ذلك الوقت 9 أطفال، وأنا جئت بفقط طفلين، وكنت دائما أقول بأنني لن أكثر من العائلة، مع حبي للعائلة ومع حبي لوجود العائلة حول بعضها البعض. ولكن الحمد لله يعني فراس الآن هو في التخرج من جامعة أمريكية، State University، أوكلاهوما State University، وهو الآن 28 سنة ويعمل في حقل يحب جدا كما أحببت حقلي أيضا، وهو صناعة الشيبس أو الشرائح التي توضع في الكمبيوتر، وهي صناعة نادرة ولا يوجد منها إلا فقط في شركات أمريكية، وهو يعمل الآن هناك. لم يتزوج بالطبع بعد، ولكن بالنسبة لابنتي وهي في 30 الآن فقد سرعت في أن أكون جدة، فقد رزقت الآن برزقت بحفيدة بالأحرى، وهي جميلة جدا، وأنا يعني أشعر بأمومة غريبة وبعطف غريب نحو امتداد عائلتي من خلال ابنتي روابي التي تزوجت أيضا من صحفي، وهي تخصصت أيضا بالكمبيوتر، ولكن همومها وقضاياها أيضا فنية، وهي تصنع بعض الفخاريات وتعرضها في بعض المعارض، ولكن تخصصها الأساسي هو أيضا كمبيوتر. كما ترين الاثنين اتجها ناحية علمية، وهذا أرحني إلى حد ما، لأنني خاصة يعني إلى حد ما جميع المتخرجين سابقا كانوا اتجاههم أدبي، فالاتجاه أيضا الشباب إلى ناحية علمية فهو أيضا جيد، وهو يساعد بشكل خاص في تطور الأمة العربية وفي تخصصها في المجالات التقنية التي نحن بحاجة إليها. سيدة رجاء، بالرغم من أنك أردت أن يكون زواجك بسيطاً وزاهداً وما أحاطه من هذه الآراء الواعية الجميلة، إلا أننا نستأذنك في أن نسترجع بعض مشاعر تلك المرحلة بهذه الهدية. رح طير حمامة بعيدك يا حبيبي، وأحلى الكلام غني لك يا حبيبي. رح طير حمامة بعيدك يا حبيبي، وأحلى الكلام غني لك يا حبيبي. مبروك 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 مبروك.
بعيدك يا حبيب وضحك يا إياه حك لا حبيبي فرح يا إياه فرح لا حبيبي وضحك يا إياه حك لا حبيبي وفرح يا إياه فرح لا حبيبي مبروك 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 بعيدك يا حبيبي رح طير حمامي بعيدك يا حبيبي. هنا دخلنا إلى مرحلة ملونة من حياتك من خلال هذه الصور الثلاثة، ترى ما هي المناسبة التي أخذت فيها هذه الصور؟ في الحقيقة هي حياة ملونة بالفعل لأنني هنا في هذه الصورة بالذات دعينا هي تمثل بالأحرى المؤتمر وصديقة لي سميرة خوري وهي تلقي كلمتها في المؤتمر، والصورة الثانية تمثلنا جماعة ونحن نستمع إلى الأخوات في المحاضرة، أنا وسلوى وأيضا ديزي الأمير وبعض الأخوات المعروفات. في الصورة الثالثة اجتمعنا في منزل الفنانة الكبيرة فيروز وكنا أيضا أخوات نتحلق حولها في صورة تذكارية. هذه الصور بالفعل تذكرني بمرحلة ذهبية بالنسبة لي لأنها تلبست كل طموحاتي التي أسعى إليها وهو إقامة مؤتمر عن المرأة والإبداع يعترف بأن للمرأة خصوصية في إنتاجها الأدبي، وهذا ما كنا نسعى إليه عدة نساء في العالم العربي منهن الدكتورة نوال السعداوي والأديبات الأخريات منهم ديزي الأمير إلى آخره، وقد دعينا من قبل الاتحاد العام للكتاب والأدباء العرب الذي كان يترأسه في سنة 92 العروس المطوي بالتعاون مع رئيس اتحاد الكتاب اللبنانيين الدكتور سهيل إدريس. وقد كان الموضوع بالأحرى حول العراقيل والمعيقات التي تتعرض لها الأديبة العربية بشكل عام، ما هي شهادات الكاتبات؟ كنا حوالي 50 كاتبة. يراد من هذا المؤتمر أن يعرف ما الذي تشعر به المرأة العربية، هل بالفعل لديها خصوصية في أدبها؟ ما هي نوع هذه الخصوصية؟ ما نوع هذه المعاناة؟ هل هي ثقافية؟ هل هي اجتماعية؟ هل هي نفسية؟ هل هي نصية أيضا؟ هل هناك نص في الأدب العام يختلف في تصوير صورة المرأة عن الأدب الخاص للمرأة؟ وقد تبين من خلال هذه الورشة التي كانت بالفعل رائعة لأنها جمعت جميع الآراء وصبت في نقطة واحدة ومجرى واحد كان دفاقا بالفعل كالسيل، يعبر عن ما تريد المرأة ويعبر عن قضاياها الخاصة. هناك قصص عديدة في بحثي أيضا تعرضت فيها لكاتبات عديدات منهن أنصاف قلعجي ومنهن بسمة منصور ومنهن سهير التل إلى آخره، تحدثنا بخصوصية عن المرأة وقضاياها في خاصة في القصة القصيرة لدينا في الأردن. نعم. وماذا عن الصورة الثالثة التي أمامي والتي تجمعكم مع الفنانة الكبيرة فيروز؟ في الحقيقة قضية هذه الصورة متشعبة ولقد أثرتها أنا بالذات. اجتمعنا في بيت سيدة فيروز وكان الهدف من هذا الاجتماع التعارف جميع المبدعات على بعضهن، وأيضا في نفس الوقت التعرف على أكبر مبدعة حتى في مجال الغناء والأداء أيضا السيدة فيروز.
في البداية كنا نريد أن نتصور معها ولكنها رفضت لأسباب عديدة، وفي النهاية قلنا لا، يعني من المستحيل أن نخرج من البيت بلا صورة، حتى يعني تمكنت من إقناعها في النهاية. السيدة فيروز لم تغني لنا كما كنا نتوقع، يعني من جميع السيدات الموجودات، بل جلست بصمت، وأردنا بجميع الطرق أن نثيرها لكي تغني لكنها رفضت أيضا، وفتحت لنا المذياع على آخر أغانيها، وتقبلنا هذا الوضع وكنا صامتين طوال الوقت نتأملها، وأخذنا فيما بعد نبحث سبب عدم تقبلها لأن تغني. فقلنا بأن عادة المبدع يحب أن يضع كل قواه وكل إبداعه على بالنسبة إليه على المسرح أو في زاوية إذا كان كاتب، فأعطيناها الأعذار العديدة لهذا التصرف، ولقد سعدنا بوجودها بيننا. وأيضا رئيس الاتحاد العام للكتاب والأدباء العرب أراد أن يعطيها الأولوية، أي يعطيها جائزة الإبداع عن النساء، ولقد تقبلتها بكل فخر، وكان هذا لقاء بالفعل جيد وجميل. يبدو أننا بهذه الصور نكون دخلنا إلى قاعات الفن التشكيلي، حيث الريشة واللون والضوء، حيث ألاحظ عدد كبير من اللوحات الفنية وهناك رابط واحد يربطها وهي الوجوه النسائية. فماذا ستقول لنا عن هذه الصور؟ هذه الصور تمثل جزء من صور كثيرة من معرضي الأخير في المركز الثقافي الملكي الذي افتتحه الوزير الثقافي ومندوبا عنه الأستاذ محمد ناجي العمايري في 2/7 من هذا العام. وكما ترين في الصور هناك رابط مشترك بالفعل بينها جميعا، وهي الوجوه والتراث، وهو العنوان الأساسي لهذا المعرض. فأنا بشكل خاص أهتم بوجه المرأة لأنه نافذة، خاصة العينين نافذتين إلى دواخل عالم المرأة النفسي والاجتماعي والاقتصادي وأيضا الروحاني. فمن خلال العيون التي جسدتها سواء في الوجه أو خارج الوجه، فهي تعبر أولا خاصة الوجوه التي في الخلفية، في خلفية اللوحة، تعبر عن الحديث أو الثرثرة الموجودة في المجتمع والعيون التي تراقب المرأة حيثما ذهبت، سواء في تحركها أو في وقوفها في حياتها العامة. فأيضا تعبر عن دخيلة النفس، عن الاضطهاد، عن الأمل، عن الطموح،
عن كل هذه الخلطة الخاصة والتي تعني الخصوصية التي نجدها عند المرأة. ولقد خلط ما بين العينين وبين أيضا التراث الموجود لدينا من فساتين مزخرفة، من خلفيات تراثية مثلا كما ترين هنا عن الكانون النار الذي كان يعني يعوض عن المدافئ الآن، وهو جزء من التراث أيضا، وأيضا عن الوجوه العامة للنساء. ولقد اخترت أن يكون هذا المعرض خلال 25 سنة من إنتاجي العام عن الوجوه والتراث، بذلك استطعت أن أتعرف على ذاتي من خلال هذه الصور، وأن أعرض للجمهور جزء من التقنيات المختلفة التي مررت بها عبر ذلك الزمن، وأيضا عن همي الأساسي الذي استمر معي منذ 30 سنة أو 25 سنة إلى الآن، التي عبرت بها من خلال هذه الوجوه، وأيضا من خلال الكلمة ليس الكلمة بالذات، ولكن إنما حرف النون قصدت به أن يكون زخرفيا في اللوحة. حرف النون هو يرمز للمرأة، نون النسوة، وأيضا يرمز إلى هذا التشكيل الخاص الذي يأخذ شكل المرأة في حياتنا الاجتماعية. هي عبارة عن وعاء ويستقبل ويعطي، سواء على المستوى الإنتاج الولادة أو الولادة الفكرية. ماذا عن هذه الصور الثلاثة سيدة رجاء؟ هذه الصور بالذات الثلاث تمثل دعوة جاءت إلى الأردن إلينا بالنسبة لمؤتمر المرأة ووسائل الإعلام، وقد دعت إليه اليونسكو بالتعاون مع مركز الكريديف في تونس، وجرى الحديث فيه أو كان الموضوع الرئيسي فيه حول العراقيل والمشاكل التي تعترض الإعلامية في عملها على مستوى التعبير ومستوى القرار. وقد اجتمع حوالي 50 امرأة لمناقشة كل هذه القضايا معا، واستطعنا أن يصلنا إلى قرارات تتعلق بالمسائل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وحتى الخصوصية التي تتعلق في المرأة، خاصة أين تضع طفلها، هل يوجد هناك حضانات، لماذا المرأة تعاكس في عملها، لا تستطيع أن تسهر أو تذهب في مؤتمرات، هل تستطيع أن تصل إلى مركز القرار، وفي مركز القرار هل هي واعية إلى درجة كافية بأنها تحدث تغير أيضا لدى المرأة على المستوى الشعبي؟ هل تستطيع أن تحدث أيضا تغير في القرار إذا كانت مع مجموعة من الرجال في مركزها الحساس، سواء كانت في التلفزيون والإذاعة، كانت في الصحافة، كانت في رابطة للكتاب؟ هل تستطيع أن تكون إعلامية جيدة من خلال الكتابة ومن خلال الموضوع؟ وأين وكيف تحدث التغيير من خلال المقابلات؟ أو من خلال معلومة تضعها في كتاب أو في أقصوص في قصة أو في لوحة أيضا تشكيلية تستطيع أن تستفيد منها إعلاميا. ولقد كانت القرار معظمها إدانة بعض الوسائل التي تحد من نشاطات المرأة، تشجيع الأدب النسائي،
التركيز على إصدار نشرات واجتماعات دورية للإعلامية العربية بصفة يعني خاصة، وكانت نتيجته أننا استفدنا من هذا الاجتماع، هذا المؤتمر الموسع، أنه بداية تحضيرية لمؤتمر بكين يعبر عن قضايا المرأة الإعلامية، وأيضا استفدنا من القوانين والتغيرات التي حدثت في تونس على مستوى المرأة المنتجة والعاملة. فالمرأة في تونس هي وزيرة للمرأة لوزارة خاصة بالمرأة. ولقد سعدت جدا عندما دعينا إلى استقبال في أحد الفنادق، وكان يوجد أول من وجد في هذا الاجتماع في هذا الاستقبال هو الأستاذ حيدر محمود، شاعرنا المعروف الدبلوماسي المعروف، وقد كان بالفعل يعني على مستوى دعوته لنا كمندوبات من العالم العربي. بالفعل شعرت من هذه الدعوة، أي دعوة إلى بيته إلى العشاء، وإلى دعوتنا إلى أماكن أثرية، جعلتني فخورة جدا بهذه الدعوة. ولقد استمعت من زميلات عديدات بأن سفيركم هو إنسان رقيق حساس شاعر، فقلت لزميلاتي خاصة من موريتانيا ومن لبنان ومن المغرب بأن الدبلوماسية عندما تجتمع مع الإبداع تولد إعلاما جيدا وتوفيقيا ووحدويا من خلال شخصية السفير الأستاذ حيدر محمود. شكرا له. هذه النجود من الزنود رمالها، والصيد من جند الحسين رجالها. هذه النجود من الزنود رمالها، والصيد من جند الحسين رجالها. كانت مدى الأيام مهد حضارة، والشاهدان نخيلها وظلالها، والعاديات خيولها لم تفترق عن ساحها، والصابرات جمالها صحراء، إلا أن سعف نخيلها قضب يعز على الدخيل منالها. صحراء إلا أن سعف نخيلها قضب يعز على الدخيل منالها، وفقيرة لكن يابس شيحها لا تشتريه الأرض أو أموالها، وفقيرة لكن يابس شيحها لا تشتريه الأرض أو أموالها. وإذا الرجولة لم تزنر خصرها برماحها، فإلى الزوال مآلها، وإذا البطولة لم تكحل عينها بغبارها لم يكتمل أبطالها. سيدة رجاء، في الصفحات التي أمامي عدة صور لابد وأنها تمثل مناسبة معينة، فماذا تقولي عنها؟ نعم، هاتين الصورتين أخذتا في قرية معدي في الغور. نعم. الشمالي، و في بمناسبة ترتيب نشاط ثقافي للحوار مع الجمهور والرسم بوجود جمهور حولنا في هذه القرية الصغيرة الجميلة في الغور. في الصورة الأولى مع زملائي، وهنا كما ترين تعاون جميل
فيما بيننا. الأخ محمد أمسك لي صورة لأنها كبيرة، لأن اللوحة كبيرة، واستطعت أن أضع الإدهان عليها. وفي الصورة الأخرى هي بالطبع تذكارية لجميع من شاركوا في هذه المناسبة. الذي جذب انتباهي أثناء الرسم شيئين بالفعل يعني يعتبران من أجمل الحوار ما بيننا وبين الجمهور. الأولى أنهم حضروا لنا جميع الأدوات، يعني من لوحات كبيرة كما ترين، ومن دهان ومن فرش إلى آخره. شيء ثاني، قالوا للقرية بأن تأتي لكي تشاهد هذا الحدث الغريب، حدث الثقافي، وأن يأتي هذا التعاون من بلدية معدي ومن النادي الثقافي فيه، فهذا بالفعل مبادرة جيدة منهم، وبالاتفاق بالطبع مع الفنانين التشكيليين في ذلك. أنزل بأمان فوق سطح كوكب يشع بالحنان، رائع أنني تلمستك كما يتلمس الأعمى خيوط دربه، وأسميتك النور. وفي كل مساء أقف وسط الصحراء وأتطاول بعنقي إلى وجهك، وأهمس بخشوع أنت عالمي الزاخر بنبات الأحاسيس. ولأني أحببتك كل هذه السنين، صار الطيف انفجارات حنين، والفصول ضمات بنفسج تنبض في ظل حرارة المساء. ولأنني أحببت كوكبك المجنون، صار العشق أشبه بأتون، والأيام صحون طائرة وسط ملايين كواكب الكون. وعندما تلهبني الإثارة أتلهى بإطفاء أنوارها كي تشع كلها في عينيك. هنا سيدة رجاء صور متعددة، من المؤكد أنها أخذت في أماكن أو بلدان متعددة، فماذا ستحدثين عنها؟ في الحقيقة جميع هذه الصور تمثل تجوالي في أوروبا وأمريكا ودول الشرق بخلال 30 سنة، وهي تعطيني فكرة عامة عن ثقافة هذه البلدان، خاصة المدن التي ذهبت إليها. وإني بشكل خاص أحب التجوال لأنه يغنيني بشكل عام ثقافيا ومهنيا من ناحية تشكيلية، لأنني دائما أذهب إلى المتاحف بصورة خاصة، ويغنيني من حيث الإبداع الذي أراه باستمرار، ومن ناحية أيضا ثقافية فهو ضروري لكل مثقف ولكل مبدع إذا استطاع أن يتجول في هذه المدن. هل لك سيدة رجاء أن تعطينا انطباع عن بعض البلدان التي زرتيها من خلال بعض هذه الصور؟ في هذه الصورة بالذات في لندن أمام متحف تيت جاليري، الانطباع الأول هو وجود بعض الفنانين في نفس الجاليري يرسمون لوحات الكلاسيكية. بالفعل شعرت بأن هذا المتحف هو عبارة عن مدرسة لجميع الفنانين من جميع أنحاء العالم، لأن الذي راقبته كان من اليابان وكان يرسم لغويا في ذلك الحين. أما هنا في نيويورك، صورة تمثل أخذتها وأنا في أوتيل سان ريجيز على احتفال كان في ذلك اليوم الذي وصلت فيه إلى نيويورك، وهو سان باتريكس داي، وهو احتفال شامل. وشعرت من خلال هذه الصورة أو هذا الموقف بأن أنا أمام غابة من الناطحات السحاب، أنا أمام حضارة غربية موجودة في غابات بدائية. وهذا من ناحية ثقافية أحسست بالتناقضات الغريبة الموجودة بين هاتين
صورتين، يعني صورة الحضارة، حضارة المادة، وأيضا الغابات البدائية. بالنسبة لهذه الصورة كنت في إسبانيا وذهبنا إلى الأرينا حول حيث يدخل الثور ويقاتل الفارس فوق الحصان، وهي عملية أعتقد في اعتقادي كإنسانة حساسة عملية بدائية جدا ومثيرة للأعصاب، وتمثل السلطة والقوة والقهر في نفس الوقت، لأن هذا الثور الذي يدخل بعنفوانه ثم يقتل ويسحب بعربة إلى خارج، فهي تمثل حالة الإنسان يعني بشكل عام. هذا هو الانطباع بالفعل الذي أحسسته في ذلك الوقت. السيدة رجاء أبو غزالة الكاتبة والفنانة، عطفا على ما تحدثته به من انطباعات عن كل هذه البلدان، يطيب لي أن أهديك هذه المادة الغنائية لعلها تطفي بعض المشاعر والأحاسيس على هذه الانطباعات. هنا يبدو أن صور الألبوم قد انتهت، ولكن لابد أن هناك مساحة شاسعة ما زالت تزدحم بها الصور في نفسك، مما يستهويني قبل نهاية هذا اللقاء أن ألقي الضوء على بعضها. هي تفضلي. هل ترسمي لنا بالكلمات صورة عن أسوأ مشهد تعاني منه المرأة العربية؟ هو في الحقيقة ليس مشهد بمعنى الفن التشكيلي، مشهد أمامك هو حالة تضع فيها المرأة العربية نفسها فيها، وهي شعورها بالاضطهاد والقهر وعدم استطاعتها الخروج من هذا الإطار الذي وضعت فيه سواء اجتماعيا أو ثقافيا. هذا بالفعل يولد لدي القهر، لأن المرأة لا تساعد نفسها على الخروج من هذه الحالة المضطربة التي هي فيها، وأدعوها للمغامرة، وإن استطاعت أن تحدث تغيراً مستمراً في مجتمعها. وصورة عن أسوأ مشهد يعاني منه الرجل العربي. إنها حالة أخرى أيضاً. الرجل العربي لا يستوعب اضطهاد المرأة، لذلك أسوأ مشهد أراه فيه هو علمه بأن المرأة
مضطهدة ولا يستطيع أن يساعدها. يعني أرجو من الرجل خاصة المثقف أن يكون واعيا ومدركا إلى حد ما بأن يدعم قضية المرأة التي هي قضيته في النهاية. وأيضا صورة عن أسوأ ما يعاني منه الطفل العربي. الطفل العربي هو إنسان مدرك وواعي أكثر من الرجل أو المرأة، لأن نبع الحياة والبداهة موجودة في داخله بشكل مكثف، فهو التجديد وهو المستقبل، ولكن هناك ضغط مستمر وقمع مستمر بالنسبة للطفل. فأسوأ حالة الطفل فيها هو عدم تفهم الأب والأم لمتطلبات الطفل ولقدراته الكامنة الموجودة التي تستطيع أن تحدث التغيير حتى على مستوى الأباء والأمهات. صورة إيجابية تجمع بين هؤلاء الثلاثة تحلمين وتتمنين أن تتحقق في المستقبل. هي صورة بالفعل إيجابية، وهي تمني، وأرجو أن نستطيع أن نحققها من خلال المدارس ومن خلال التربية الحديثة التي نسعى إليها، أن يكون الطفل، أن يحظى الطفل بالأحرى بمجال وعي من خلال الصور والثقافة المبكرة حتى لدى الطفل الحضاني والطفل الابتدائي، بأن يكون هنا صورة مشتركة حديثة للرجل والمرأة والطفل، يتعاونوا جميعا على تغيير نمط التفكير العام التقليدي. المرأة تطبخ، الرجل يقرأ الجريدة ويدخن السيجار، الابن يلعب والبنت توضب السرير. لا نريد هذه الصورة، نريد صورة حديثة يشترك فيها الأب والأم والأخت والأخ في عملية إنتاجية تعاونية تغير في المستقبل من نمط التفكير العام الذي يحدث التغيير ما بين أدوار الرجل والمرأة، لأننا نعيش الآن حالة مساواة ونطمح لوجود مساواة بالفعل بين الرجل والمرأة على هذا المستوى التربوي. ونحن معك سيدة رجاء أبو غزالة، نتمنى ونحلم بأن تتحقق هذه الصورة وتصبح الصورة النموذج للأسرة العربية بإذنه تعالى. ونحن نودعك سيدة رجاء ونودع الأخوة المشاهدين، نترك لك المجال لتقولي كلمة أخيرة تلخصي فيها ما خرجت به من تجربتك الطويلة في هذه الحياة. في الحقيقة سؤال في محله، وهو يضرب على المحك، محك قضية المرأة بصفة عامة. يعني الآن نستطيع أن نقول بأن المرأة أصبحت تهب على المستوى العام العربي بشكل منتديات وبشكل اتحادات وجمعيات. هذا التحرك النسوي أعتبره بالفعل هو مشرف، بعد نضال طويل للمرأة منذ الخمسينات حتى الآن في هذا المجال. قضية المرأة ما أريد بالفعل التحدث عنه بأن قضية المرأة لا تفهم بشكل واقعي بالنسبة للإنسان العادي، ويعتقد حتى المثقف بأن القضية هي انسلاخ عن المجتمع، وهذا تفكير خاطئ، تفكير نمطي خاطئ، وهو قصدي، وهو يتمنى أن لا تخرج المرأة من تبعيتها له، لأن تفكيرنا ولا وعينا ومنظومتنا الثقافية مركزة على الحكم الأبوي الطبقي بصفة عامة. نحن الآن في هذه حالة الديمقراطية نسعى بشكل خاص لديمقراطة الفكر العربي، أي يستطيع الرجل والمرأة أن يتحاور بشكل مفيد وجيد، أن أخذ وعطاء في كل القضايا الاجتماعية والثقافية العامة. وأوجه بشكل خاص إلى زميل المثقف الأديب الفنان التشكيلي الذي ينتج صور المرأة باستمرار من خلال نمطية التفكير القديم. يعني نحن نسعى ونجد في الواقع
صور المرأة الواقعية التي تنتج وتذهب إلى المصنع وتذهب إلى المكتب وتكون فعالة على مستوى التطوعي وعلى المستوى الطبابة والمستوى المحاماة وحتى مستوى الإعلامي كوزيرة وكمستشارة؟ فلماذا لا تدخل هذه الصور في قصص قصيرة وفي لوحات تشكيلية مستلهمة من هذه الأدوار الجديدة للمرأة؟ لماذا دائما نضرب على الفروقات ما بين الفقير والغني والفلاح وصاحب السلطة والقاتل والمقتول؟ هناك شخصيات متنورة متحركة، هناك مفاهيم متغيرة، هناك معايير نقدية متغيرة ومستمرة. لماذا لا نستنبطها من واقعنا ونشعر بأن الحداثة والمعاصرة في تفكيرنا وفي تطبيقنا الواقعي لإبداعاتنا هو جسم حي يستطيع أن ينتج أفكار جديدة ومتجددة باستمرار؟ هذا ما أتمناه في المستقبل، هو مشروع ثقافي موحد للأمة العربية ووحدة كاملة ومسؤولية كاملة من قبل المثقفين نحو الإنسان العادي والبسيط في عالمنا العربي.